بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم على السريع بدي افرجوكم عامله شويه حفله شوي عفوا، فعلى السريع بدي استعرض معكم شو الشغلات اللي بدي اجهزها. هي عندي شقف 3 كيلو، هون عندي هون ترابيس فخاد، في عندي هون جنحان جوانح، في عندي هون كمان قطع اللحم الستيك هاي من العظم بدي اطلعها، وعندي بالبراد ضايل طبعا كفته بس ما بكفتها قبل بيوم انا بنفس اليوم، بس هدول بدي اجهزهم هلا. البهارات اورجيكم اياهم بعد، شو البهارات اللي بدي احطها اورجيكم بعد. هاي عندي قطعت ونظفت الدجاج بس فمي ما في وسع فيه، كمان شغلات تانية بدي احط البهارات اللي بعتمدها في كل مره للشوي. لبن يوغورت بحط عندي كاتشب، بحط توم بودرة، عندي بهارات ماجي علب بودرة، كمان عندي فلفل أسود، بهار البابريكا، ليمون، عندي زيت زيتون بحط كمان معه، والملح بحط. هلأ على كل شغلة بحط، بحاول أوازن الشغلات تكون هاي اللبن مثلا هاي هون وهاي هون، الشقف اللي عملتها هاي كمان بسم الله الرحمن الرحيم، هاي كاتشب كثير انا بعتمد فيه كثير بعطي طعم طيب الكاتشب، هاي الملح حسب الذوق طبعا، الملح، الفلفل الاسود، الفلفل الاسود بتدور عليهم كلهم، حطيت زيت زيتون انا كمان، هاي بهار الماجي البودرة، عندي هون بهار السبعة بحط كمان قرفة معهم، أنا ما بين كان البهار، أحط قرفة كمان، أحط كمان شوية قرفة، ممكن تحطوا حب هان كمان ناعم. احط الثوم البودره، هذا كله بحطه هلا بالبراد قبل بيوم لاني بنقعه قبل بيوم عشان الشوي تطلع طعمه اطيب. هي عندي البابريكا البودره كمان، ممكن تحطوا كيري، احط الليمون هلا، الليمون حسب الذوق بعطي حدا او طعم طيب. هي هلا كلهم اخلطهم عشان احطهم بالبراد، هيك ابلش اخلطهم كلهم، هيك هني تبلتهم. في كمان صينيه بس عشان الكاميرا مش واضح كل شيء، كمان وحده بدي احطهم كلهم بالبراد وبعدين انا تبلتهم الشقف عندي تعوت اللحمه، وهلا بدي اعمل كمان الكفته اورجيكم كيف ان شاء الله، يعني خطوه خطوه لانه الشغل كتير. هيك حبيت اكمل معكم بقيه الفيديو على السريع. هاي الكفته اللي بدي اعملها 4 كيلو، طحنت البصل فرم ما طحن، والبقدونس بدي احط فيهم بهار السبعه، ملح، فلفل اسود، قرفه، هاي البهارات اللي بحطها. هاي عندي سلطه المكرونه الالمانيه، هاي سلقت المكرونه بحطيت معها هون بس ما جهزتها، على جزر طبعا مسلوق وبازيلا بحط معها، وذره وخيار، خيار ترشي هياته مقطعه صغير كمان، بحط معها مايونيز ولبن يوغورت وملح وفلفل اسود وبصل. هاي السلطه الحاره اللي بعتمدها في كل مره، بحط معها فلفل وبابريكا، فليفله عاديه مش حاره بس فلفل اخضر حر، بحط معها صلصه وبحط معها ملح فلفل كمون وبصل، كتير كتير بتطلع طيبه. هون حمص انا عملته كمان وجهزته، بحط معه توم بودره، بحط معه طحينيه، بحط معه معلقه صغيره من المايونيز وملح وفلفل ابيض. وهاي عندي سلطه اللي عملتها قبل هيك مره، عندي فيديو منها، سلطه الكسر التركيه برضو حطيت فيها خيار، وحطيت فيها دبس رمان وصلصه البابريكا، وحطيت فيها فليفله قطع وخيار وبصل، وبطبقهم وان شاء الله بفرجيكم بعدين لما نشوف نحضر